بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى درس من دروس آداب المشي إلى الصلاة، هذا الكتاب للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وضيف هذا اللقاء يشرح هذه الدروس سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. أهلا ومرحبا سماحة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. كنا وقفنا يا شيخ عند قول المؤلف رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية متشددة أو مشددة. مشددة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فإذا فرغ من الاستفتاح، إذا فرغ المصلي من دعاء الاستفتاح، فإنه يقرأ الفاتحة بعد البسملة، يقرأ الفاتحة. سميت بالفاتحة لأن الله افتتح بها كتابه الكريم، وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، فيقرأها مرتبة، يعني لا ينكسها، وإنما يأتي بها مرتبة كما هي في المصحف، مرتبة متوالية، كل آية بعد التي قبلها مباشرة، لا يفصل بينهما إلا بسكوت يحتاج إليه. أما أن يفصل بين الآيات من سورة الفاتحة فصلا طويلا من غير حاجة فهذا لا يجوز. متوالية مرتبة يعني غير منكسة، متوالية يعني لا يفصل بين الآيات بسكوت طويل. نعم. مشددة يعني يأتي لأن الحرف المشدد عن حرفين، مثل الدين، مالك يوم الدين، إياك، فهذا مشدد، لو قال إياك ما صح، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط، كل التشديدات 11 تشديدة فيها، لأن الحرف المشدد عن حرفين، فلو حذف التشديد سهله ما صحت صلاته. نعم. كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، في الحديث الصحيح: لا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقراءتها ركن من أركان الصلاة. نعم. وتسمى أم القرآن. تسمى أم القرآن، وأم الشيء هو الذي يرجع إليه الشيء، قالوا فكل القرآن يرجع إلى الفاتحة، يرجع إلى الفاتحة، فالفاتحة مجملة والقرآن تفصيل لها. نعم. وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوآت. لأن فيها الإلهيات، الإلهيات يعني التوحيد، توحيد الله عز وجل وما يتعلق بذلك، هذه الإلهيات. نعم. والنبوات والمعاد، النبوات يعني نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن قوله رب العالمين يستلزم أنه يرسل الرسل، يستلزم أنه يغذي عباده بنعمه، يستلزم أنه يجيب دعاءهم. نعم. والمعاد، معاد يعني القيامة، قيام الساعة، فهو مذكور فيها في الفاتحة: لصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففيها إثبات المعاد يعني يوم القيامة. نعم. وإثبات القدر يا شيخ. وإثبات القدر لأن الرب، رب العالمين،
هو الذي يقدر المقادير، وكل شيء يجري في هذا الكون فإنه مقدر بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنت تسأل الله أن يسلك بك طريقهم والسير على نهجهم. نعم. والتنبيه على طريق الغي والضلال. نعم، غير المغضوب عليهم وهم اليهود وكل من عنده علم ولا يعمل به فهو داخل في المغضوب عليهم، ولا الضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وعلى ضلال، ومثلهم كل من عبد الله على طريقتهم فإنه مثلهم ويحشر معهم. نعم. ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم. يستحب أن يقف عند كل آية من آيات الفاتحة وكذلك من آيات القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مترسلا، وكان يقف عند آية الرحمة ويسأل الله، ويقف عند آية ذكر العذاب ويستعيذ بالله عز وجل، والله جل وعلا قال له ورتل القرآن ترتيلا، يعني بأن يقرأه مترسلا في قراءته ولا يهذه هذا. نعم. وهي أعظم سورة في القرآن. الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن لما تتضمنه من المعاني الجليلة، كما أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن. نعم. وأعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه آية الكرسي إلى آخرها. نعم. 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 وفيها 11 تشديدة، في الفاتحة 11 تشديدة لا بد من الاتيان بها. نعم. ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد. يكره الإفراط في التشديد، الزيادة عن القدر المشروع، وكذلك الزيادة في المدود، لا يزيد المدود زيادة، لا يزيد المد كما يقولون عن 4 حركات، والمراد بحركات الأصبع، لا يزيد عن 4 حركات، هذا أطول المدود. نعم. الشيخ صالح، بعض أئمة المساجد وخصوصا في رمضان قد يبالغ الحقيقة في التشديد وفي التمديد للآيات القرآنية في سورة الفاتحة. هذا خلاف قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يبالغ في المدود ولا يبالغ في التشديدات، وإنما يقرأ قراءة متوسطة. نعم. فإذا فرغ قال آمين. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، وآمين معناها اللهم استجب. لماذا؟ لأن الفاتحة كلها دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ففيها نوع العبادة، نوع الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، فيقول آمين أي اللهم استجب هذا الدعاء الذي قرأته في هذه السورة العظيمة. نعم. بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. نعم، يقول آمين بعد سكتة لطيفة، يعني سريعة خفيفة، فلا يقول آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، لا، يقول ولا الضالين، ثم يقول هو ومن وراءه آمين أي اللهم استجب
نعم. يجهر بهما إمام ومأموم معا في صلاة جهرية. يجهر. نعم، يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية. يجهر بآمين إمام ومأموم في صلاة جهرية، أما الصلاة السرية فلا يجهر بآمين إذا قرأ الفاتحة. نعم. ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية. يستحب سكوت الإمام بعد آمين في صلاة جهرية، يعني لا يشرع في السورة التي بعدها إلا بعد سكوت يفصل به بين الفاتحة وبين غيرها من القرآن. نعم. لحديث سمرة: ويلزم الجاهل تعلمها. سمرة الوارد في أنه يفصل صلى الله عليه وسلم. نعم. ويلزم الجاهل تعلمها. يلزم الجاهل لقراءة الفاتحة أن يتعلمها، لأن صلاته لا تصح بدونها، وهي ركن من أركان الصلاة. هذا إذا أمكن، إذا أمكن ذلك فإنه يتعلمها، وإذا لم يمكن فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سبح الله وهلله وكبره ثم اركع. قال: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. نعم. فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. فإن لم يفعل يعني يتعلم الفاتحة حيث أمكنه تعلمها لم تصح صلاته، لأنها ركن من أركان الصلاة، ومن ترك ركنا من أركان الصلاة متعمدا فإنها لا تصح صلاته. نعم. ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقرأ الفاتحة، هذا واجب على كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد. فإذا لم يمكنه قراءة الفاتحة ولا يعرفها ولا يمكن أن يتعلمها، فإنه يأتي بذكر الله والتسبيح والتهليل بدلا: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. نعم. ثم يقرأ البسملة سرا. ثم بعد الفاتحة يقرأ البسملة سرا لقراءة السورة التي بعدها. إذا كان سيقرأ من أول سورة يأتي بالبسملة. نعم. ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية. ثم يقرأ سورة كاملة من قصار المفصل، وإن قرأ آية أو آيات أجزأ هذا. نعم. بدل السورة. نعم. وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل. المفصل يبدأ من قاف إلى الناس، هذا المفصل، وقيل يبدأ من الحجرات، وقيل يبدأ من سورة الأحقاف، والمشهور أنه يبدأ من قاف، وهو ثلاثة أقسام: طوال المفصل، ومتوسطات المفصل، وقصار المفصل. فالطوال إلى عم، والمتوسط من عم إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى آخر إلى الناس. نعم. لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن. أوس لعله ابن الصامت. أوس. نعم. ابن الصامت. نعم. قالوا: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا. نعم، يعني صلاة الليل، يسمون قراءة صلاة الليل بالحزب، فكانوا يحزبون القرآن في صلاة الليل على هذه الأنواع: منهم من يحزبه لعشر،
ومنهم من يحزبه لسبع، ومنهم من يحزبه لثلاث. نعم. وحزب المفصل واحد حزب المفصل واحد من قاف إلى الناس، يعني أنه يقرأ حزب المفصل في كله في ليلة. نعم. ويكره أن يقرأ في الفجر من قساره من غير عذر. يكره للإمام أن يقرأ في الفجر من قصار المفصل من غير عذر، لأن هذا خلاف السنة، والكسالى الآن من الأئمة لا يراعون هذا، لا يراعون السنة في القراءة في الصلاة لما فيهم من الكسل. نعم. ذكر الشيخ كسفر ومرض ونحوهما. اي نعم، هذا العذر يعني. نعم. هذا العذر إذا كان مسافر يخفف القراءة، ولأن المسافر يناسبه التخفيف لأنه بحاجة إلى ذلك، ولذلك يقصر الصلاة ويفطر في رمضان، فالسفر له حالة تحتاج إلى السهولة في العمل. نعم. ويقرأ في المغرب من قصاره، ويقرأ فيها ببعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف. نعم، على هذا التقسيم، يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وعرفنا القصار أنها من الضحى إلى آخر نعم سورة الناس. نعم. قصار المفصل. ويقرأ في الفجر من طواله، وطواله من قاف إلى عمّ، هذه طوال المفصل. ويقرأ في البواقي، بواقي الصلاة كالظهر والعصر والعشاء، يقرأ من متوسط المفصل، والمتوسط هو من عمّ إلى الضحى. نعم. نكتفي بهذا الدرس المبارك والذي سجل مع سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نستكمل ما تبقى من هذا الدرس في آداب المشي إلى الصلاة في الدرس القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين.